السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبه للدرس ديال اليوم غيكون بخصوص عبايه، ولكن في الكمام ديالو كاينه واحد الكشكشه كيجي زوين في اللبسه. بالنسبه للقياس، هذا القياس كيلبس من ام حتى الاكس لارج. بالنسبه للثوب تيكفي داك 2 متر كافيه الثوب، ولكن تيكون العرض متر ونص. نبداو على بركه الله. اول حاجه نحطو خط الكتف، شحال عندي في الكتف؟ نديرو 40 صافي، دير 20 هي، وغادي ندخلو بعشرة، وغادي نهبطو هنا بثلاثة، غادي نهبطو هنا بثلاثة، ونحطو طول الكتف ديالنا. شحال غنديرو في التركيز؟ غادي نديرو 24 من هاد النقطة، 23 24 هي، وهاد النقطة خدينا التركيز باش تردو البال. شحال غنديرو في خط السطر؟ غادي نديرو 26 هي. شحال الطول؟ قلنا اختياري ما بين متر 36 40 على حسب الطول ديال كل وحدة. غنعتبرو أنا هو هذا الطول الحقيقي ديالي، غادي ندير 40، نجي لهنا نديرو الخط ما بين هاد جوج النقاط، ونقادو هاد لوبيك، طلعو بواحد السنتيم ونص جوج، ونقادو هاد لوبيك. بالنسبة للتركيز، كنشوفو شحال جاتنا هنا، ستة، وتنطلعو بستة. هادي أسهل طريقة باش تقادو التقبيرة، تندخلو هنا بسنتيم ونص، وهنا سنتيم ونص، وكنحدو التقبيرة ديالنا بكل بساطة. احنا حددنا الخلف ديال العباية. بالنسبة للأمام، نجيو من هاد النقطة وكنهبطو 30، ونحطو الفي ديالنا، وكنحيدو هاد لوبيك، كنميلوها شوية هكا، مفهوم؟ من بعد ما حددنا الأمام، كنجيو لهاد النصف، عندي 12، وكندخلو بواحد سنتيم. بالنسبة للأمام، حددنا الأمام والخلف. غنحدو دابا لاباغمونتيغ لي تتكون في الأمام، غنديروها حنا القيمة ديالها 5 سنتيم، 5 سنتيم، كنهبطو 5 سنتيم، حتى الأسفل، حنا هابطين بنفس القيمة، باش مني كتقلب العباية كتجي نقية نظيفة من الداخل. هذا بالنسبه لابارمونتور ديال الامام. دابا غندوزو لابارمونتور ديال الخلف. نفس الطريقه كنجيو لهنا وكنديرو 5 5 5، وتتكون هي هذه لابارمونتور ديال الخلف. بعد ما كنحدوهم، تنقادوهم بواحد الكاري تيكون كيبين، ناخدو باش تشوفو كيف كيجي. أي كاري عندكم كيبين كتخدمو بيه، باش كنحدو لابارمونتور، حيت لابد خاصك تخطط. إلا مكنتيش غدير لابوند ولا البيي، خاصك لابد لابارمونتور باش كتجي مفينيا لابياس، نقولو ما كتجي السواقية. حاولوا ملي تسيريو ديرو اللون في اللون، ملي تقلبو لابارمونتور قلبوها على سنتيم، يعني ملي تجيو تخيطو خبعو داك السيوجي. قادو هاد الخطوط، وانتوما تقادو هادشي مقاد. هيا حددنا لابارمونتور ديال الأمام، دابا غنحدو لابارمونتور ديال الخلف، حيت هما غيتفصلو. هما من بعد كنقطعوهم
إذا كنتي غديرو البيي ولا دونتيل ولا اون بون، بلا ما ديرو لا بارمونتور، ولكن ما كنتي غديرو والو لابد لا بارمونتور عندك نساوها، ما تطرقوش على سنتيم، ما كتعجبنيش داك الخدمة، حاولوا تخدمو لا بارمونتور باش تجي لا بياس نقية وتعجبكم وتعجب الناس. إذا شافوكم لابسينها الأحسن، أي حاجة خدمتيها حاولوا تقول هذه في ميسيون ديالها. هيا لا بارمونتور نديرو ديال لوزو، حتى هما راه غيتفصلو، هلا غنشوفو دابا في البصالة إن شاء الله. ها حنا حددنا لا بارمونتور لو دو و لو دوفون، دابا ندوزو لي مونش. بالنسبة لي مونش شحال عندنا الطول؟ عندنا 60، عندي واحد المستطيل لي العرض ديالو 24 لي هو قيمة ديال التركيز، و الطول ديالو 60. هاهي غنجيبو لهاد النقطة ونهبطو ب 12 باش نحدو التقويرة ديالنا، نقسمو هاد الخط على 4، كنطلعو هنا بسنتيم وكنهبطو هنا بسنتيم وكنحدو التقويرة ديال الكم بكل بساطة. هاهي غنجيو لهنا وغادي نهبطو ب 34 فين غتكون عندنا الديكو، فين غيكونو داك الكشكاشة لا دي فرونس. هيا كنديرو هاد الخط الفوق، غنجيو حنا القيمة هنا ديال الكم اللي نفرض عندنا 16، غندير أنا هنا 16 وغادي نحدد الكم ديالي بهاد الطريقة. هذا هو الكم ديالي، هنا غادي تكون الديكوب وغادي نزيد أنا شحال 10 سنتيم، نزيدو في هاد الحالة غير 8، يمكن لك تزيد كتر يمكن لك تزيد قل، نديرو 10 باش تجي الكشكاشة باينة. هاهي 10 سنتيم، يعني كيولي هذا مغصوب بوحدو، يعني هنا تتكون ديكوب وهنا تتكون الكشكاشة، يعني هاد 10 سنتيم غتزاد هنا تيولي هذا مغصوب بوحدو وهذا مغصوب بوحدو، يعني كيولي عندنا الباترون فيه دو مغصو. من بعد ما حددنا الكم وحددنا لا بارمونتور ديال لو دو و دوفون والباترون ديال لو دو و دوفون، غندوزو دابا للبصالة ان شاء الله. من بعد ما قديت الباترون وجدت الكم وجدت لو دو و دوفون وجدت لي بارمونتور، غادي ندوزو ان شاء الله للفصاله. اول حاجه غنفصلو لوطو، اول حاجه كنديرو كنحطو الجلايل بهذه الطريقه، هما الولاء لهذا الشيء باش الثوب ما كيضيعش. ملي كنفصلو لوطو عاد كنفصلو لو دوفون، خليو سنتيم ونص ديال الخياطة ونفصلو لوطو. من بعد ما فصلنا لوطو غنفصلو دابا لو دوفون، هاهو كنحتارمو الضغوافي اللي هو هذا ولا الميزان، كنحطو النقطة
باش غادي نحطو بالفي شحال قلنا 30، ها هي هنا غير باش ما نساوهاش، وغنفصلو لو دوفون ديالنا عادي. خليو سنتيمونس ديال الخياطة ونقادو الأمام، بعد نحدو الفي ديالنا عشمناها عشمها بطباشير كتعشمها بستيلو، كتحطها على الباترون وغنديرو داك لاغوندي اللي كنا. ها هو الامام، ها هو الخلف. شنو باقي لنا؟ باقي لنا الكمام، ندوزو للكمام. ها هو الكمام ديالنا، اول حاجه غادي ندير غادي نحاول نفصل لابارمونتور، نحط لها البلاصه ديالها باش تشوفوا الطريقه كي كتفصل ديال لابارمونتور. غنحتارمو هنا 3 فيل، ها هو باش نخليو سنتيمون وسط الخياطة، ها هي ها هي. وبالنسبة للوطو لابارمونتيغ تكون مسدودة، يعني نفصلوها من البلاصه اللي تما يكون واضح، كيفكم تيسكم بزاف ديال لي موديل اللي فيهم البي اللي فيهم لابارمونتور اللي فيهم واحد لابوند، باش كومسا اللي بغى على حسب الذوق ديالو على حسب شنو بغى يطبق الموديل. دابا غندوزو للكمام، شغلنا الكمام غنطويو التوب على 4. بالنسبة لهذا غنفصلوه عادي من الأول، لابارتي أن ها هي، وهادي لابارتي دو. لابارتي أن غادي نفصلوها بهاد الطريقة، طويو التوب على جوج، وعاوتاني كنطويوه صافي، طويوه على جوج وعاوتاني كنطويوه باش يكون واضح. نفصلو الكم، نخليو سنتيمون وسط الخياطة، هاهو بقى هاد لابارتي التانية ديال الكم، هنا تقطيعها، هاهي سنتيمون وسط الخياطة، هاهو نصف تاني الكم. باش غادي نديرو لي فرونس وغتجي هنا الكشكاشة. شنو باقي لنا؟ باقي لنا لابارمونتور ديال لودو، هي حيت عندنا لودو مسدود دونك لابارمونتور ديالو نتايا تكون مسدودة. وكي سبق قلت لكم كنحدو الضغوة في البلاصة مسدودة في الباترون باش ما كتلفوش، بنفس الطريقه صغير في التوب غير باش تشوفوا كي كتفصل.
وصلنا لابار مونتور لو دو لو دوفون شنو باقي لنا؟ باقي لنا الطريقه ديال الخياطه. اول حاجه غادي ندير غادي نقاد الكمام، غادي نرشم ان هذا هو النصف وما تيتكرن يا نورمالمون، المهم هي حيت صغير هنا، وهذا هو النصف. نتوما تحاولوا تقادوه هو اش كنديرو هنا كشكاشة، يعني كيجي هكا مقاد. انا نقول بحالاش كديرو جوج مرات الخيوط لمبتدئه، دير جوج مرات الخيط الاول وتخلي واحد السنتيم ودير الخيط الثاني باش تبان لك الكشكشه مزيانه. المهم انا غير باش تشوفوا يا كنحاولوا نقادو على اساس هذا الكم كوب الماكينه كيتقاد. انا غير باش تشوفوا الموديل كي كيجي، ها هو الموديل كي كيجي، كيجي بهاد الطريقة كشكاش. هنا ملي كنبغيو نخيطو كنديرو لوجه على لوجه، القاعدة اللي موالفين لوجه على لوجه وكيتخيط. أنا نشدوكم الفنايات تكونو مرصيين، وكاين اللي كيدير كشكاشة مباشرة في التوب. الطريقة كي كيجي هاهو كيجي بهاد الطريقة لي مونش، كتجينا الكشكشة كيجي موديل زوين. نحاول نشدو من هنا باش يبانلكم، هاهو شتي هاهو الموديل كي كيجي، كيجي زوين الخدمة. نشدولكم بالخيط ليبرا باش يعطي أكثر باش نطول الفيديو. سرعت داكشي كيكون مقاد وكشكاشة تتكون مقادة باش كيجي الموديل. ملي كنديرو في هاد الكم كنديرو في الكم الاخر باش تشوفو كي جا الموديل. هاهو شوف كي كيجي، كيجي رائع. هاهو المهم كتخدموه وكتقادوه وكتلصقوه. انا نحطو بالنسبة لابارمونتور غنقاد لكم عاوتاني وحده، نتوما غتكملوا نفس الطريقه حتى هي. كتحط الوجه على الوجه هكا بهذه الطريقه وكتقلب، باش ملي كتقلب كتجي انفينيه. نحاول نقادها حاولوا تخدموا هذا الموديل كيجي زوين من هنا. كنديرو الوجه على الوجه بهذه الطريقة، تخلينا أصلا حنا سنتيم ونص. حاولوا تطبقوا هاد لي موديل كيجيو زوينين. نعطيكم هاد الطريقة كي غيجي مغنكملش الخيط.
ماشي. الشيرة من تيكون بالماكينة تيكون سريع، كتقادو تحط الوجه على الوجه، والبساطة كيجي ساهل. المهم هو الفصالة د الموديل. أنا كنعطيكم لي زاستوس ديال الخياطة باش يجي الموديل نقي ومفيني. بعد ما كنخيطو الوجه على الوجه كنقلبو بهاد الطريقة، كيتحدد وكيتفينا، كيجي هكا. كنظن فهمتيو شنو بغيت ندير. باش ملي كدور العباية كتجي نقية، كدوزو هنا واحد الخياطة تتسمى لا سيربيكور هكا وهكا. هنا كيجي بهاد الطريقة. وهنايا الا بغيتيه فيني كتخدموه هكا، كتنشبوه وكتخدموه، ولا كدوزوه بالماكينة وكيجي مفيني. هذه هي العباية اليوم ديال هاد الطرس، حاولوا تجربوها. كاينه لا بارمونتور حتى هي دلودو نفس الطريقة، باش ما نطولوش الفيديو بزاف. ها هي شكي كتجي، كتجي زوينة هالكم اللي درناه في الاول غنديروه في الثاني نفس الطريقه. حاولوا ديروا داكشي مقاد ثاني باش نعرف بكم كي كديروا تخدموا. هالكم الاول هالكم الثاني حتى هو كديروا نفس تقطعوا داكشي مقاد. وهذه هي الموديل ديالنا، كيجي رائع في اللبسه. كدير لابارمونتور التانية نفس الطريقة اللي قلت لكم، الوجه على الوجه وكنقلبو، خدمو الوجه على الوجه وتنقلبو. ها الكميمات، ها هي العباية. بالصحة وراحة، نتمنى يكون عجبكم الموديل.